الامور اللي خصها دار في الجزائر باش انه يتقبل يعني مشاركه المغرب في كاس العالم الشان، وهو انه يعني يكون يعني رحله جويه مباشره من الرباط للوهران، وهذا حدث واحد القرار اللي زوين لانه غادي يعاون ايضا في فتح يعني علاقات دبلوماسيه ما بين المغرب والجزائر، وان المغرب ما يمكنش انه ياخذ واحد المسافه اللي كبيره باش انه يجي للجزائر، يعني لابد ان يكون واحد الخط اللي هو مباشر. العراقيل تيخدموها من كل بلاصه، ما نظنش بان غادي تكون شي حاجه وهذا داكشي، وزايدون بان اللي سمعت انا على حسب الجامعه ديالنا ما يبغاوش يشاركوا كاع فيها، لان ديجا هذوك اللي مشاو قبل راس كرشوا عليهم وهذا داكشي، حنا تيجيو لعندنا تنتهلاو فيهم، هذوك الناس العقليه ديالهم ما باغاش تبدل، وهادشي راه عارفينه العالم كامل، ماشي ما بقاش حتى شي حاجه مخبيه. كما خرج فوزي القجاع قال باللي الا ما كناش حنا غنمشيو ديريكت لديك المدينه فين غيتنظم كاس افريقيا، يعني من الرباط نيشان تما مشي في طائره خاصه. انا متفق مع هذا القرار هذا، الا ما كناش غي حيت اصلا هما سادين معنا الحدود، فهمتي؟ الا ما كناش غادي نمشيو نيشان ما كاينلاش نشاركوا في هذه المسابقه. شحال من دولة اصلا انسحبات من هذه المسابقة على ود بزاف د الحوايج. احنا مع هذا القرار هذا اللي غادي يخرجوا فوزي القجع ديال انه كاس الشان انه يكون الفول من الرباط للجزائر، احنا مع هذا القرار هذا لان يحترموا السيادة ديال المغرب، وحنايا الا ما كانش الا ما غاديش يديروا لنا حتى حنا بحسابنا حتى حنا ما غاديش نشاركوا، لان السيادة المغربية فوق كل شيء. كذلك ان يعني الشرط ديال السيد فوزي القجع هو شرط اللي هو مناسب جدا، حيث ان المغرب اذا تم الرفض يعني المشاركه ديالو في الجزائر فجميع الدول يعني اللي هي كتأيد المغرب غادي يتم يعني مقاطعه هذا الحدث اللي هو كبير. المغاربه تيستقبلوا عباد الله مزيان، وهما المغرب دارهم في راسهم ما نعرف علاش، وهذا المشكل عمره ما يتفضى ما نظنش.